السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفلوغ. هذا الفلوغ صراحه جاء على غفله، ما كنتش ناوي انني يعني ندير لكم فلوغ في رمضان، ولكن قلت رمضان غادي يخرج وانا باقي ما درتش في شي فلوغ وما وريتكمش كيفاش كندوز نهاري، وقلت علاش لا. و باي ذا واي غادي اليوم نخرجوا نضربوا شي تركيله، نشريو شي حوايج، غادي يعني يكونوا بزاف ديال الحوايج في هذا الفيديو هذا. سو باقي مبوق مدوش عليا يعني لافقت، غنوض نبدل حوايجي وغادي نخرج. خليكم معايا. اول فلوغ غادي نصورو في شي جو مخيف بحال هكا، عرفتي كي داير؟ واو، السما مغيمة، الشتا كتصب، البرق مرة كيضرب. انا وليكم الدنيا كي داير هنايا. المهم هذا التشالنج غادي نلعبو في الشتا، نتحداو هذا الجو. على الاقل بعدا كنا حنا صايمين وغادي تحيد لينا العطش بهذا الشتا. والله الا قضيه مزيانه. كنبغي نصور البرق، كنبغي نصور البرق ما كيبانش، فاش ما كنبغيش يبان عاد باش كيبرد فوق داك الشيء مخلط. كنا لاعبين ما بينا ما علينا تا كلشي مزك قوري. السلام عليكم. دوز عادي. السلام عليكم. دانا كيف جاتكم المقابله؟ غنكملوا ولا لا؟ دريم ليك. هاك شي واحد ينسى يقول لهم تكمل الماتش يقول لك نوني المقابله طول عيا تيقول لك يلا نمشي. وات ذا فاك تلف تاع الهضره مول عيا واش تلفوا اللي ما يتلف هادو كاين الغرب عاوتاني. الاخوان هذا كيقول لكم ما كيخسرش الهضره واش خويا هاديك 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 احسنتي يا صديقي. احسنتي يا صديقي. الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم. يا لها من تساقطات مطريه. احنا ما ساكنينش في الفرنسا كنا غاديين كما كتشوفوا معنا دابا ما شاء الله الشباب. والله خليتهم. اه اش خليتي اسكت انت. سبقوا الريموت هذا.
فلوغ يمكن واقيلا غادي يكون سهل. هنا كنتمنى انكم تتابعوا معايا بهذه الحلقه، ونساوش لايك سبسكرايب كومنت، نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.